معاكم للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالاهلي اللي اكد ان الفريق قدم امبارح مباراه كبيره جدا امام فريق بيراميدز رغم الغيابات الكتيره في صفوفه وان شخصيه الاهلي هي دايما اللي بتفرض نفسها خلال المباريات. قال كمان كابتن عبد الحفيظ الاهلي منظومه كبيره ولاعيبه الفريق جزء من هذه المنظومه مهما كانت الغيابات فالفانيلا الحمراء بتفرض نفسها اي لاعب هيتواجد في الملعب هيقوم بواجبه على اكمل وجه. كمان اشاد بسامي قمصان المدير الفني للفريق واكد ان هو تعامل مع المباراه بمنتهى الذكاء وباحترافيه كبيره ونجح في تحقيق الفوز بجداره واستحقاق. ده اللي كنا لسه بنتكلم مع حضراتكم فيه في بدايه الحلقه. الحقيقه ان الكابتن سامي قمصان يستحق الاشاده وفعلا الكابتن سيد عبد الحفيظ عنده حق دايما. الاهلي بمن حضر مجموعه اللعيبه المتواجده بيكون عندها روح الفانيلا اللي بتبتديها روح الفانيلا الحمراء اللي كل امبارح كان يعني هي دي اللي بيلعب فيها عدد او مجموعه اللعيبه المتواجدين في ارض الملعب بغض النظر على انه في عدد كبير من غيابات النادي الاهلي وغيابات مؤثره بالفعل. يعني بنتكلم امبارح على حسين الشحات مش موجود، بيرسي تاو مش موجود، ايمن اشرف، حمدي فتحي، عدد كبير من نجوم النادي الاهلي غايبين امبارح عن المباراه. ولكن رغم كده اللعيبه المتواجده كانت على قدر المسؤوليه وفعلا كانت بتشرف النادي الاهلي بالامس.